لقرى قرم والهند وشمالي باكستان، رحلة إلى مكان حيث الزمن الحالي فيه هو الأمس، ليس الأمس القريب بل أمس يعود إلى آلاف السنين، إلى مكان لا تزال حياة سكانه تتدفق دون تغيير، إنه وادي الكلاش، حيث تعيش أصغر أقلية وثنية مهددة بالاندثار في باكستان، لكنها لا تزال تحافظ على ثقافتها وطريقتها في العيش. السفر إلى وادي الكلاش ليس سهلاً، فدونه طريق طويلة ووعرة وجبال شاهقة. انطلقنا إلى شمال باكستان حيث صعدنا قمة لواري الجبلية على ارتفاع أكثر من 10,000 قدم فوق سطح البحر في الطريق إلى مدينة شترال عاصمة المقاطعة، ومنها إلى بلدة عيون حيث يقع خلفها وادي الكلاش. نحن الآن في طريقنا إلى وادي كلاش، لكن بسبب تقطع الطريق جراء الأمطار والسيول فنحن الآن مضطرون إلى نقل هذه الأمتعة إلى جزء آخر من الطريق عبر الدواب. وصلنا إلى هدفنا في هذه الرحلة وتركنا وراءنا العالم الذي نعرفه. يعيش الكلاش وتعني الأشخاص ذوي الملابس السوداء أو ما تبقى منهم في 3 قرى رئيسية، هي بومبوريت ورامبور وبيرير، وتعتبر قرية بومبوريت الأكثر تعدادا للكلاش. हमारे आर्कियोलॉजी के हिसाब से ये 4000 साल पुराना कल्चर है जो पहले पूरे चित्राल में था, लाइक जंजीरे शिशिकू जो बहुत बड़े बड़े वेलिस होते थे। अभी ऐसा है कि ये लोग कुछ कन्वर्ट हो गए, कुछ छोड़ के इन तीनों वेलिस में आ गए। يقطن الكلاش على ضفاف الأنهار ويعتمدون على الزراعة والرعي. يتميز الكلاش بملامحهم وملابس نسائهم وطريقتهم في العيش عن جيرانهم، كل ذلك إضافة إلى لغتهم وطقوسهم الدينية التي أثارت العديد من التكهنات والنظريات حول أصولهم. يعتقد العديد من الكلاش أن جذورهم تعود إلى بقايا جيش الإسكندر، بينما خلصت دراسات وأبحاث من بينها الحمض النووي لأفراد من الكلاش إلى أنهم ينحدرون من نسل سكان المنطقة الأصليين، وهم خليط من الجنس الإندو-آري. إسكندر يزمسهم إيبتي تو پاویوسوم ای بیتی جنگ پاتا کری که وقت کی سکندری ازم جنگو پاتا کری حکومت و گانیت هی وقت اسپا تو سر جدا بیتی اسوسی اسپا ایت حیا مولی کو سکندری ازم مهربانی دیتی اسور حیا مولی حیا کانی کی مسلمانان کانی کی اچه اسپا سسته اسپا سر گانی اسوری حیا مسلمانان مولی نو يتحدث شعب الكلاش لغة الكلاشة، وهي لغة دردرية تنتمي لفرع اللغات الإندو إيرانية التي تنتشر في شمال باكستان وأفغانستان وكشمير، والتي هي جزء من مجموعة أوسع لشجرة اللغات الإندو أوروبية، لكن ما هجر أصحابها لها وتحدثهم بلغات الجوار جعل منها إحدى اللغات المهددة بالاندثار في العالم. Most of the part, you can say that our language is a pure Kalash language. We will have no connection with any, you know, any tribe, any religion. But our language, as well as we read all books and we met people about the language, and we will not find much differences. Our language is the only Kalash language, you can say. Our culture is very old. Before Alexander the Great, our Kalash people, you know,
was existing here in Chitral region. ينقسم الكلاش إلى أصباط مختلفة يعيشون في 12 قرية، ولكل قرية معبد يسمى بجستك خان تعقد فيه مراسم وطقوس الكلاش المختلفة، كما أن لكل قرية مزاراً يقصدونه في المناسبات الدينية، وعادة يكون على قمم الجبال المجاورة لضمان طهارتها، ويضم تماثيل على أشكال رؤوس الماعز والأحصنة. لا تعرف للكلاش أي كتب دينية، ويتوارثون تعاليمهم الدينية مشافهة، ووفق الدراسات يؤمن الكلاش بمعتقدات وثنية وشركية تعود إلى ما قبل الديانة الزرادشتية وتتشابه مع ديانات الهند القديمة أو تلك التي كانت سائدة فيما يعرف حالياً بولاية نورستان في أفغانستان المجاورة. وتقدر دراسات أن لدى الكلاش 12 إلها وآلهة، وهم يعتقدون أن للجمادات والأشجار والأنهار والصخور أرواحا، ولكل سبط من شعب الكلاش مرشد ديني يسمى بالقاضي ومرشدة دينية تسمى بالقاضية، لكن الكلاش ينفون عن أنفسهم الوثنية والشرك ويدعون التوحيد. कि हम एक ही खुदा पे बिलीव करते हैं, मतलब हमारा एक ही खुदा होता है, हमारे कोई प्रॉफिट्स नहीं होते जिस तरह मुस्लिम्स के होते हैं या फिर लाइक क्रिश्चियंस के होते हैं, तो हमारी कोई डेली प्रे भी नहीं होता. हम सीजन में फेस्टिवल मनाते हैं, उसी फेस्टिवल में हमारा प्रे भी होता है, हमारा फेस्टिवल भी होता है, हम अपने गॉड का शुक्रिया भी करते हैं. और जैसे कि आज आप लोगों ने यहाँ पे देखा, हम डेथ को भी सेलिब्रेट करते हैं, जो एक सबसे यूनिक चीज़ होती है, मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं होता. زيارتنا لوادي الكلاش تصادفت مع وفاة فرد من أفراد القبيلة لتتاح لنا فرصة للاطلاع على مراسم الوفاة الفريدة في نوعها لدى الكلاش. فالوفاة بالنسبة للكلاش فرصة لتحرير الروح من الجسد، ومناسبة يمتزج فيها الحزن والفرح والرقص، وتدق فيها الطبل وتتلى الصلوات والترانيم التي تذكر مآثر المتوفى ومفاخر آبائه وأجداده، وتتجلى فيها أواصر المودة والإخاء والتلاحم بين أعضاء القبيلة بالنظر إلى مراسم الوفاة المكلفة. ہمارا جو لوگ ہیں نا یہ بہت اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار اور محبت رکھتے ہیں. اگر ایسا کام ہو تو پھر ایک بندہ جب کرے گا تو پھر اس کا سارے جائیداد چلے جائیں گے. عورت کے اس میں تقریباً 20-25 بکرا ذبح کرتے ہیں، اس میں گھی ہوتے ہیں، پنیر ہوتے ہیں اور دودھ دیتے ہیں. اگر مرد ہو اس کے لیے تقریباً 40-50 تک بکریاں ذبح کرتے ہیں، تقریباً 2 بیل ذبح کرتے ہیں ایک رات کے لیے، اور اس کے بعد تقریباً 100 کلو تک پنیر چلے جاتے ہیں اور 80 کلو تک گھی چلے جاتے ہیں. تمتد مراسم الوفاة لثلاثة أيام أو تزيد وفق الحالة المادية للمتوفى، تذبح فيها الذبائح وتقدم الولائم ويدعى إليها جيران الكلاش من المسلمين، بل يحرص الكلاش أن تذبح الذبائح على يد شخص مسلم لتتسنى لجيرانهم المسلمين المشاركة. یہ کرنا پڑے گا کیا نام محبت کرنا پڑے گا دشمنی سے مسلم ہم اس کے ساتھ یہ ختم کرے گا تو کیوں یہ لوگ مسلمان ہوئے گا ہم مسلمان ہیں یہ کلاش ہے للكلاش مقابرهم الخاصة ولعل ما يميز مراسم الوفاة عند الكلاش هو طريقة تكفينهم موتاهم ووفق عقيدتهم لا يدفن الكلاش موتاهم تحت التراب وإنما في توابيت خشبية فوق سطح الأرض حيث يوضع جثمان المتوفى في كفن من الخشب وعادة من شجر البلوط وإلى جانبه أبرز مقتنياته التي يعتز بها أو كان يحبها في حياته من ملابس أو جواهر أو سلاح لكن هذه المراسم تغيرت مؤخراً
وباتت من الماضي. بابروشتي هاشكورا وشتم كي هارو سورا لك هاشتم تابوتو ديتي زمانا هاشو شي هتغار خير اي الو جولو ايا كي هتغار توسم كي سمان كي شين تتن نزولتي بزمي كبراني هنسي اسباتو دفن كوسيان تابوتو ديتي دفن كوسيان. ولا تنتهي مراسم الوفاة لدى الكلاش عند هذا الحد، فبعد مرور 3 أيام على الوفاة يجتمع ذوو وجيران المتوفى لمواساة أسرته، ووفق عقيدة الكلاش يتحتم على ما بين 10 إلى 15 فردا من سبط المتوفى حلق رؤوسهم إذانا بانتهاء مراسم الوفاة. وبما أن المتوفى قضى قبيل أيام من أحد مهرجانات الكلاش الأساسية، يطلب وجهاء الكلاش من ذوي المتوفى الإذن لهم بالاحتفال. ان کی رواج کے مطابق جو ہمیں پانی سے سر کو صاف کرتے ہیں منہ کو صاف کرتے ہیں اور پھر ان کو بلیڈ مارتے ہیں اس کے بعد یہ لے کے فلاور ہاں وہ لے کے ہمیں دے دیں گے کیونکہ تاکہ ہمیں آئندہ غم محسوس نہیں کریں گے کیونکہ ختم ہو گیا باقی رہ گیا اس کی وائے بیوی وہ تقریباً دسمبر تک ہے وہ نیا کپڑا نہیں پہنیں گے اور ان کے رسم کے مطابق کہیں جگہ پہ نہیں جائے گا یہ شعب الكلاش مجتمع يهيمن عليه الرجال فالمرأة وفق عقيدة الكلاش أقل طهرا من الرجل لكنها تتمتع بالاحترام داخل مجتمعها ولها هامش واسع من الحرية خاصة في مسائل الزواج والطلاق وہ شادی کرے گی اس کی صرف 5 مہینے کی عدت ہوتی ہے 5 مہینے پورا کرنے کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے اپنے ہسبینڈ کے گھر میں رہنا چاہتی ہے شادی کرنا چاہتی ہے اس پہ کوئی فورس نہیں ہے اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جاؤ شادی کر لو اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا کلاش تو ہے فریڈم کا نام ہمارا تو یہاں پہ تو ہم وومن ہی ڈومیننٹ ہیں نا اگر شادی کی رسم یہ ہوتی ہے کہ ہم پسند کی شادی کرتے ہیں لو میرجز ہوتے ہیں مطلب ہماری موسٹلی شادیاں یہ 15-16 میں ہوتا ہے کیونکہ لو کا ٹائم ہی وہی ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ٹین ایج میں پھر لڑکیاں ڈیسائڈ کرتے ہیں وہ شادی کرتے ہیں اگر کسی بچی کا فار ایگزامپل اس کے رشتہ ہونا ہوتا ہے تو 10 سال یا 9 سال کی عمر میں ہوتا ہے پھر وہ اب بڑی ہونے کے بعد 15-16 ایئرس کے بعد اگر اس کو اپنا ہسبینڈ پسند نہیں ہے تو اسے چھوڑ کے جا سکتی ہے وفق عقيدة الكلاش لا يحق الزواج من الأقرباء حتى الجد السابع من جهة الأب والجد الخامس من جهة الأم وكثيراً ما تفشل قصص الحب بين الكلاش بسبب هذه التعاليم أو يضطر بعض الكلاش لتغيير دينهم كما يبارك الكلاش ما يعرف بزواج الفرار أو العشاق حتى بين المتزوجين شريطة دفع تعويض للشريك الأول وعادة يكون ضعف المهر المقدم سابقاً ميركامي قاضية من الكلاش تركت زوجها الأول بعد أن وقعت في حب رجل آخر وقرر الزواج معا سو بچن دعا کو اللہ افسر ہوتے دکھائے کور بچا تو دکھائے کور اس پا غریبان تے دسو تے خیر کور محبت بھائی اچھی مول کا پریشانی مبار ولنساء الكلاش طقوس خاصة حيث يجب على كل امرأة حائض أو حامل أو شكت على الولادة المكوث في مبنى خاص يسمى الباشيدي وهو مكان تعزل فيه هؤلاء النساء إلى حين أن يطهرن من الطمث أو يلدن ما في أرحامهن ويبقين أياماً قبل السماح لهن بالعودة لمنازلهن ويحظر عليهن في الباشيلي الاختلاط بالرجال أو ملامسة النساء في خارجه خلي زنانا بنيرا زنانا دي أجلي كوراكو تيوبة نماز بويا ورد بيرر تغار بغار رنو بيزي بان هراك يوشتا چنين ديستو گيت بيتوتا بان زب نگيا چي غسل كوري كوي ديوتا يعيش الكلاش في تجمعات صغيرة في الأودية والجبال التي يقطنون فيها وأول ما يستقبل زائر هذه القرى
تماثيل صنعت من الخشب تعود لأفراد من القبيلة، فالتماثيل والأنصاب جزء من العقيدة والتقاليد الكلاشية، لكن الكلاش ينفون عبادتهم لها. Statues are very important in our culture, but it is very costly custom. Nowadays, everybody cannot afford it. So after 40 years here, a person made statues for his father and uncle. And after make a statue, then we can call all the people. Three valleys will be gathered in one place. And there is a ceremony like that ceremony. We will have at least 2 days. And we sacrifice more than 30, 40 goats. And then we will feed the people who come, who joined the ceremony. And then after 2 days, we will leave the statue in the graveyard. We can make at the same time two kinds of statue. One is called Gandao. We will put it in the graveyard. One is called Kundurik. We will put it in the entrance of the village. يسكن الكلاش في منازل مبنية من الصخور والأشجار والطين على نفس الشاكلة التي بناها أسلافهم، وهو ما يمنحها بزعمهم متانة ومقاومة ضد الزلازل وقساوة الطقس. وكثيرا ما يبني الكلاش منازلهم بشكل متدرج، فما يكون سقف منزل لعائلة ما يكون في نفس الوقت أرضية أو باحة لمنزل آخر. وبالرغم من دخول الكهرباء ووسائل الاتصال والمركبات مناطق الكلاش، إلا أن نمط حياتهم في مجبله لا يزال على حاله. تیار کوری اسپاد والا کوئی کیا اسپاد زمینداری کوم کوسی جوری کسی سے جوری بوئی گم کسی سے گم بوئی اتتن گوچی کھرال تی پشی. يرتدي رجال الكلاش الزي الباكستاني التقليدي الذي كان سابقا يصنع من الصوف، لكنهم حافظوا على الملابس الخاصة بالنساء حيث تعد جزءا من عقيدة الكلاش يتحتم على المرأة الالتزام بها. ولا تزال المرأة الكلاشية تؤدي دورها في حياكة الملابس إلى جانب عملها في المنزل والحقل. ولعل ما يميز زي المرأة الكلاشية عن الرجل هو لون الملابس الأسود المطرزة بالألوان المتنوعة والتي تختلف من سيدة إلى أخرى، إضافة إلى ما يرتدينه على رؤوسهن من أغطية مطرزة يصل وزنها إلى 3 أرطال لا تكاد تفارق المرأة الكلاشية، كما تستخدم للتمييز بين المتزوجة والعزباء بوضع ريشة في وسطها للمتزوجة. تقريبا ہم شروع کرتے ہیں مطلب 5 دن میں یہ تیار ہوتی ہے، 5 دن یا 6 دن اگر صحیح سلائی کی تو، اگر نہیں کیا تو یہ 10 دن میں تیار ہوگی. اور یہ کلاشی جو ہے یہ بلیک کا کپڑے استعمال کرتے ہیں زیادہ، اور دھاگے جو ہے ہر ایک جو جس کو پسند ہو ہر ایک کلر میں وہ کرتے ہیں سلائی کرتے ہیں. ہاں اور یہ اس میں بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، یہ تقریباً 6000 یا 5000 اس طرح خرچ ہوتا ہے ایک ہی کپڑے میں. بیلٹ کے وہ اس کو وہ یہ وہ اس طرح وہ بناتا ہے، پھر وہ لکڑی سے وہ کوئی مشین بناتا ہے اس طرح بناتا ہے. جیسے دمبا ہے، دمبا کے بیل کا نہیں دمبا کا، وہ پہلے تو اور کیس وہ بہت موٹا ہے بہت بھاری بھی زیادہ ہے، ابھی تو وہ یہ کپڑا ہے یہ کپڑا وہ اچھا ہے، وہ پہلے والا بھی وہ بہت موٹا تھا یہ اچھا ہے وہ بناتا ہے ہمارا وہ سینٹر ہے. يحيي الكلاش 3 احتفالات دينية رئيسية سنوياً، وفي هذه المهرجانات يرتدي الكلاش وأفضل ملابسهم ويرقصون عدة رقصات من الثقافة الكلاشية ويغنون ويتلون ترانيم تناقلوها عن الأجداد تتحدث عن مفاخرهم وأمجادهم. Starts from 10 May to the 16th of May each year. The second is Chomus, which starts from 8 December to 21, because 21 is the
new year for Kalash tradition and culture, because you know the sun starts again. Harvesting festival, we call it Uchao. Uchao means because you know the Kalash and tradition and culture, they depend on breeding of cattle. The people who are sitting in the, standing in the middle, that's the literature of Kalash, real literature of Kalash. But in this middle, they are, means, that is, I will say that like, that is CPU. In modern language, I can tell you CPU. If CPU stops, everything stops. حافظ الكلاش على ثقافتهم من الاندثار بالرغم من المخاطر والمصاعب التي مروا بها، ولا تزال التحديات قائمة بل تتغير بتغير الزمان. وقد أنشأ الكلاش بدعم من جمعيات ومتبرعين من داخل باكستان وخارجها متحفاً يضم محتويات من تراث الكلاش وآثارهم للحفاظ عليها وتوثيقها. We have a lot of challenges we are facing. For example, different, you know, religion, you know, come here, the people from the region come here and preach us. But these are the small, you can say that these are small challenges. The challenges we can get from the modern people, and they change our language and they change our dress. وللوقوف أمام زحف الحياة العصرية وتأثر الكلاش بالشعوب المجاورة، أقيمت مدرسة خاصة بأطفال الكلاش تعلمهم لغتهم وثقافتهم إلى جانب المواد العصرية، حيث يدرس الأطفال حتى المرحلة الإعدادية مناهج تضم لغة الكلاش التي وضع خبراء محليون حروفها الأبجدية 22 لأول مرة بمساعدة مؤسسات أجنبية. All of the teachers are Kalash, the students are Kalash, full staff is also Kalash. So here we teach the Kalash language, tradition and culture. After 6 and 7 years, 10 years, 12 years, they are going to the another schools. So it is not, the people didn't brainwash theirs, because they know, because they are 12 and 13 years old, at that time they know bad and good. في أحضان هذه الجبال عاش شعب الكلاش لآلاف السنين بثقافتهم وعقيدتهم التي توارثوها عن الأجداد، ولا تزال العديد من معتقدات وثقافة الكلاش مجهولة تستحق المزيد من الدراسة والبحث والحماية قبل أن يغيبها الزمن. عبد الرحمن المزيني لبرنامج مهمة خاصة، وادي الكلاش، باكستان.